السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكيف حالكم أصدقائي متابعين قناة The Future Coin؟ أصدقائي، قناتنا قناة مهتمة بالعملات الرقمية وتسلط الضوء أكثر على عملة شيبا إينو، لكن بالأمس صار أحداث قوية لعملة البيتكوين وجميع سوق العملات الرقمية أدى إلى ارتفاع البيتكوين إلى 32,800. طبعا كلنا بنعرف سبب الارتفاع، كان مؤتمر البي وورد امبارح، عملت عليه فيديو مختصر طوله تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق، شرحت فيه شو صار امبارح في المؤتمر، لكن وقت نزلت الفيديو المؤتمر ما انتهى. حاليا رح اقولكم شو صار بعد انتهاء المؤتمر وشو الكلام المفيد اللي صار. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تعملونا لايك وشير واشتراك حتى يوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تشترك بقناتنا على التليجرام. قناتنا قناة مهتمة بالعملات الرقمية، بننزل آخر أخبار على التليجرام قبل ما ننزلها على اليوتيوب، وكمان في عنا قناة مدفوعة على التليجرام، قناة VIP بننزل توصيات فيوتشر وتوصيات سبوت. أصدقائي، بالأمس كان حفلة عملة شيبا إينو، طبعا كان مقرر الحفلة تكون يوم 20/7، لكن أجل الحفلة إلى يوم 21/7. بالأمس نزلت هاي التغريدة من شيبا انفورمر، تمام، مكتوب فيها: يبدأ حزب الشيبا الافتراضي خلال ساعة واحدة، عم يجهزوا للحفلة. وطبعا ردت عليه عملة شيبا، ردت عليها بصورة هذا الكلب الراقص. هاي صفحة شيبا الموثقة ردت على هالتغريدة، عملت ريتويت ونزلت هذا الجيف. طبعا بعد هالحفلة هاي وبعد كمية شراء ما صار ارتفاع ملحوظ، ارتفاع بسيط جدا. حاليا عملة شيبا اينو عم تتراوح بمنطقتها، ما اثرت الحفلة ابدا. وطبعا الداعم لهالحفلة هو الداعم لعملة شيبا اينو، لكن اصدقائي من المتوقع انفجار عملة شيبا اينو خلال الساعات القليلة القادمة. اذا انت حاب تستثمر بعملة شيبا هلا وقت جميل جدا للشراء. طبعا كانت خلال الايام السابقة كانت ب 54 و 53، حاليا ارتفعت الى 64، حاليا عم تراوح عم تلعب بشكل عرضي وممكن يصير انفجار بشكل قريب جدا. اصدقائي، امس مؤتمر البي وورد اللي ضم بين ايلون ماسك وكاثي وود وجاك دارسي، وقال ايلون ماسك: انا ما راح بيع اي قطعه بيتكوين عندي، انا عم بخسر اموال بكل نزول للسوق، انا عم بخسر الاموال. طبعا اصدقائي، ايلون ماسك ما تكلم بوضوح مشان ما ياثر على سوق العملات الرقميه بشكل كبير، هو حتى بدون ما يتكلم بوضوح اثر على السوق ورفع السوق بشكل قوي جدا، لكن هو صار يقول انه انا ما ببيع اي قطعه بيتكوين، وقال كمان انه ممكن بالمستقبل البيتكوين يصير يتعدم بالطاقه النظيفه، يعني ممكن يرجع يستقبل البيتكوين بشركه تسلا. طبعا اذا رجع استقبل البيتكوين بشركه تسلا رح ترجع يصير انفجار مثل ما كان بالسابق. طبعا مثل ما بنعرف البيتكوين ما انخفض الى هذيك المرحله الا بعد ما نزل ايلون ماسك تغريده قال: انا ما بقى بستعمل البيتكوين لشراء سيارات تسلا. اصدقائي، البيتكوين حاليا بلش بالانخفاض، فتح شمعه حاليا، ممكن يصير انخفاض قوي بالبيتكوين اذا كسر منطقه الدعم عند ال 31 و570. اذا كسر خط الدعم هذا ممكن ينخفض البيتكوين الى منطقه 30,800. لازم نكون حذرين اصدقائي، السوق خطير جدا حاليا. هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبك الفيديو لا تنسى تعملنا لايك وشير واشتراك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.